وأنا تعبانة كتير طول الوقت ناطرة تليفونك، وأنت ما كلفت خاطرك حتى تبعت مسج. ورد، أنتي قلتي لي إنه ما بتحبي التليفونات وبتكرهي المسجات والتليفونات. أنت طبيب نفسي، يفترض تعرف إنه نص الأشياء اللي بتقولهم المرة بيكون ضد عكسهم تماما. والله أنا طبيب نفسي ما بضرب المثل. وبعدين اشتقت لك تاني، بس لا تخليني انتظر، اوحك تخليني انتظر، لاني انا تعبت من اني اشحت حدا. انا بحبك تاني، وانت لهلا مو قايل لي هاي الكلمه. بتخيل شعوري شو سيء؟ برغم كل شيء عم بحس حالي كل الوقت عم بهوي وروح لعندك.